في جو جنائزي مهيب شيعت أمس جنازة الشقيقين عامر بشيري رئيس الأمن الحضري الثامن لولاية المسيلة رفقة شقيقه مصطفى بشيري بمقبرة بئرهاني اللذان توفيا إثر حادث مرور أليم بمنطقة المعاريف على مستوى الطريق الوطني 45 الرابط بين بوسعادة والمسيلة، وهذا بحضور مئات المشيعين من أقارب وجيران الضحايا بالإضافة إلى حضور السلطات المدنية والعسكرية لولاية المسيلة. التغطية لبعلي حمزة. نزل علينا البارحة خبر كالصاعقة في وفاة الأخوين عامر بشيري محافظ شرطة الأمن الحضري الثامن بالمسيلة وأخيه مصطفى في حادث مرور أليم بمنطقة بانيو. شيع عثمانهما اليوم في مقر دائرة الخبانة ببئر هني. نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته. الأخوين لهما خصال حميدة في المجتمع أينما كان، في منطقتهما الأم بئر هني أو بالمسيلة، الجميع يشهد بخصالهما الحميدة والطيبة. كانا برا بوالديهما، بإخوانهما، بجيرانهما، بأهلهما. نسأل الله تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم ويرحم جميع المسلمين الأهل الذين أتوا من قريب وبعيد معزين. نسأل الله تعالى أن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. بهذه الفاجعة الأليمة التي أصابت ولاية المسيلة في فقد أحد أعمدة الأمن في هذه الولاية، لا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلنصبر ولنحتسب ولا نملك إلا أن ندعو لإخواننا لهم بالمغفرة والرحمة، وندعو كل الإخوة بالدعاء لهم والتضرع إلى الله عز وجل أن يتقبلهما في الصالحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعافهما واعف عنهما وأكرم نزولهما واسع مدخلهما، اللهم آنس وحشتهما في قبريهما، اللهم تقبلهما في الصالحين، اللهم اجعلهما ممن لا خوف عليهما ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وإنا راجعون. نعزي أنفسنا في ابننا الفقيد وأخوه عامر بشيري ابن العائلة الكريمة المجاهدة من عائلة بشيري، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إن لله وإنا إليه راجعون. حقيقة إن المصاب جلل في فقد هذا الإطار الشامخ من إطارات الولاية. خدم الوطن في أحلك الظروف في سلك الشرطة، سهر ليلا نهار على أمن وسلامة المواطنين. إنا لله وإنا إليه راجعون.